مواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة. من المهم تنمية ثقافتك القانونية العامة، خاصة إذا كنت تستعد لامتحانات مثل الملحقين القضائيين أو غيرها من الوظائف والامتحانات المهنية. يقدم لك موقع القانون المغربي ملفاً شاملاً على شكل PDF بعنوان نافذة قانونية للنجاح، يتضمن مقالات محكمة ترتبط بمنظومة العدالة. يعد هذا الملف مفيداً للراغبين في الاستعداد للمباريات القانونية، اكتساب فهم عميق للإشكالات القانونية العلمية والعملية، الاستفادة من توجيهات حول الاستعداد الفعال. من أهم المواضيع التي يتضمنها الملف: استقلال القضاء، الرهان الممكن، إصلاح القضاء وضمانات استقلاله، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، الإدارة القضائية بين رهان الاستقلالية ومطلب رفع النجاعة، الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال والاستثمار، الأمن القانوني، البعد الأخلاقي للقاعدة القانونية، التصرف القانوني ومبدأ سلطان الإرادة، التلازم بين السلطة والقانون وأساس خضوع دولة القانون. قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي: الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية في ضوء العمل القضائي، القانون والسلطة فلسفة وتلازم، القضاء وسيادة القانون، القواعد الكلية الفقهية وأثرها في القوانين الوضعية، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، تحديد طبيعة العمل القضائي، حق اللجوء إلى القضاء وحقوق الدفاع، حكامة نزاهة القضاء الدعامات والآليات، دور القضاء في نجاعة الاستثمار، ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب، قواعد إثبات ونفي النسب بين تطور العلم وجمود القانون، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي. ملاحظة: ينصح بقراءة المقالات بدقة وفهمها بشكل كامل، كما يمكنك أيضاً استخدام الملف كمصدر للمراجعة والإجابة على الأسئلة في الامتحانات. أتمنى لك التوفيق في دراستك ومسيرتك المهنية.